لكن الظروف صعبت وخلتنا نتوب بين الحلول نتعب ونتأمل وصول بس مش معك لو تيأس بلحظة وتخذل من معك تتجاهل النور اللي خوفي لو يزول لكن معك لو ناوي نرجع نحصد البذرة ثمار نمسك زمام الأمر نبحث عن حلول أيوة معك يدي على يدك تعال نسمع مهاجلنا بأطراف الحقول أيوة معك مسلسل درامي إذاعي تأليف زياد القحم فارقة بنت معياد آلاء جمال إخراج نزار حمزة بين كماشتين الحلقة الثانية إيش سوى بالضبط؟ اللي سواه إنه أخذ قلم زميله أكثر من مرة وأنا أحذره لكن اليوم تمادى ورفع يده على زميله وقطع كمامة زملائه والحمد لله أني أجيت في الوقت المناسب ليش كده يا أيمن؟ خلاص يا أستاذ أنا بفهم أيمن ضروري المدير يعرف ولازم أهله يعرفوا مش مشكلة سوي اللي تشوفه مناسب يا أستاذ وأيمن لازم يرجع صفه معه الآن حصة خلاص يا أيمن روح صفك وبكلمك بعد الحصة تمام يا أستاذ الله أعلم إيش حصل للولد ده ما كانش كده أبدا الله يصلحه ويهديه بس إيمان يا إيمان إيمان أمرك لله يا بنتي كملتي تصفي البيت ولا لا؟ ها؟ إيش قلتي يما؟ إيش تشتي؟ يعني إيش؟ لا تسمعي ولا خلصتي عمل البيت إيش اللي حصل لك يا بنتي؟ يما ما باقيش إلا قليلا نفدالك هيا هيا أسرعي أسرعي وتعالي المطبخ بعدين خلص الغداء عشان نخرج حفلة بنت شكري طيب هيا 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 يما بخلص اللي في يدي وبتصل لكرام خليه تروح معنا احنا الحفلة يلا تمام اهم شي لا تأخرش عليه في المطبخ يلا الان باجيلك أيمن صارحنا في بينك وبين زميلك اللي قطعت الكمامة حقه اليوم أي مشاكل من قبل؟ لا يا أستاذ ما فيش بيني وبينه أي حاجة طيب إيش اللي خلاك تتعمد تستفزه وتسوي معه ومع زملائك مشاكل؟ أنا ما تعمدت يا أستاذ يحيى كل ما في الموضوع إني ضحكت عليه لأنه لابس كمامة وبعدتها له وليش تضحك؟ وش في بي لو أجا وهو لابس الكمامة؟ إيش المضحك في الموضوع؟ إيش تفهم فهمنا؟ وهو ليش لابس كمامة؟ أمانة كان شكله كأنه دكتور بيدخل غرفة العمليات طيب ليش ما ضحكتش عليا؟ ودينا لابس كمامة أنت أستاذ ما سألتش نفسك ليش إحنا لابسين كمامات؟ لا لابسين عشان نحمي أنفسنا من فيروس كورونا أوه إيش ده فيروس كورونا؟ ده مرض خطير أقل العالم ولازم نحذر منه صغار وكبار وأول حاجة نعمله لازم نلبس كمامات يعني لازم ألبس كمامة؟ أيوة يا أيمن ولازم تعمل بينك وبين زملائك مسافة وكمان لازم تحترم زملائك وتركز على دروسك يا مبروك صدقنا ان هذا البيت احلى وارخص لك من البيت اللي تشتيه يا حاتم افهمنا أنا ما يهمناش السعر انت اقنع الأحمد يبيع لي بيته اللي قلت لك عليه واعرف مني مليون ريال هدية من غير حق الدلالة لكن إذا مش قادر تقنعه قل لي وأنا بتصرف إلا 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 قادر أقنعه وأقنع أبوه لا تقلقش بعدين أنا وأحمد أصحاب وبقدر أقنعه وكلها يومين ثلاثة وأخلي أحمد يجي لعندك ويطلب منك إنك تشتري بيته واعتبر البيت بيتك من اليوم
مبروك مصر يشتري بيت أحمد، وأحمد مستحيل يوافق لأنه خلص بيته بتعب وما له إلا سنة من لما سكن فيه بيت، وما فيش حاجة بتخلي أحمد يرضى يبيع بيته لو جابوا له كنوز الأرض. فكيف بتسوي يا حاتم؟ كيف؟ لازم أحصل طريقة أخلي أحمد يوافق، وبأي وسيلة لازم. صباح الخير يا أستاذ يحيى. أهلا يا أحمد، صباح النور والعافية، كيف حالك؟ والله نحمد الله ونشكره، إيش معك اليوم؟ معي بلدي في بو مي وصابونة. وإيش بتسوي في بو؟ أو تتغسل هنا؟ جهزتهم لحصة الريادة اللي بخصص هذا الأسبوع عشان تعليم طلاب صفي طريقة غسل اليدين بالمي والصابون. إيوة، بس طلابك مش صغار، قدهم كبار في التنوية. صحيح يا أحمد، بس اشتي أعلمهم درس الوقاية من الأمراض. ايه يا أستاذ يحيى، أحترنا، كل سنة ويطلعوا لنا بمرض جديد. ايه كنت اشتي أعرف ايش عمل ابني أيمن حق المشاكل والعمايل. أيمن ابنك ما كانش مشاغب، بالعكس كان طالب ذكي ومجتهد ومهدب، ومش فاهم ايش اللي قلب الولد فجأة. نزل مستواه الدراسي ويأدي زملائه ويخرج من الحصص ويعند المدرسين، واصبح مهمل للواجبات والمذاكرة. ايه يا أستاذ يحيى، والله انه كده، حتى في البيت كل يوم يعمل مشكلة ومش عارف ايش حصل له وايش غيره فجأة، وكأن في راسه جني. بس الموضوع زاد عن حده يا أحمد، ولازم من حل ضروري من جهتك بشكل خاص. ايه يا أستاذ يحيى، احترته مع ابني أيمن ومش عارف ايش اسوي له، ما عاد خليتوش اسلوب اللي عاملته فيه به، حتى ضربته وصيحت عليه وعاقبته. الصياح والضرب عمره ما كان حل لأي مشكلة يا أحمد، ولازم نتعاون مع بعض عشان نعرف نحل المشكلة. تعبت يا أستاذ يحيى، لكن خير إن شاء الله. تمام، بكرة إن شاء الله باجي ومية أوراق البيت، بس اسمعنا الغداء والحلا عليك. يلا تمام، يلا مع السلامة حبيبي. السلام عليكم يا حاتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أحمد، جيت في وقتك، أشتي أكلمك ضروري. بعدين يا حاتم بعدين، أنا الآن ضايق من روحي، مش وقتك. إيش في؟ من ضيق بك كلمنا. أيش أقول لك وأيش أشكي لك يا حاتم؟ ابني أيمن قابلي الجنان من كتر المشاكل اللي يسويها في البيت وبالمدرسة، ولو تعرف إيش سوى اليوم بالحافة، ضرب ولد وكسر له سنه، والمدرسة تشتكي منه، والبيت فين أروح منه. الكلام هذا كله على ابنك أيمن؟ معقولة؟ لا لا لا، مش مصدق يا رجال. ابنك أيمن طول عمره يضرب فيه بالمثل، في الهدوء والأدب والأخلاق والشطارة، ايش الكلام هذا؟ مش عارف ايش غيره من لما دخلنا البيت الجديد وسكننا فيه به، وايمن مش طبيعي. معقوله يكون البيت الجديد سبب تغير ابنك؟ والله مش عارف يا حاتم. مع السلامه. مع السلامه. واخيرا لقيت حل. انتظرونا في الحلقة القادمة. أيوة معك، تأليف زياد القحم، فائقة بنت معياد، آلاء جمال، مراجعة نص يسرى عباس، بطولة نبيل حزام، نجيبة عبد الله، أمل إسماعيل،
عبد الله يحيى إبراهيم، هديل أبو أصيل، عبد الغني مطاوع، أحمد المعمري، رشاء السلامي، محمد أبلان، نزار السنفاني، معتصم السامعي، سليمان القري، علياء الحماطي، معتصم السامعي، لطيفة أبو هاشم، رجاء صالح. تمثيل: شهدي راجح، أمل الشيباني، آية الزمر، أشرف الداري، أنور الشرفي، عمرو الدلاق. مدير خط الإنتاج: سحر عبد الله. منسق المشروع: أمل الشيباني. مدير إنتاج: أسامة الشهاري. منسق إنتاج: نذير العريقي. متابع إنتاج: عبد الله المدعي. مصحح لهجة: علياء الحماطي. أغنية التت: كلمات: حنان الصغير. ألحان وإنتاج صوتي: إبراهيم بن طالب. توزيع موسيقي ومكساج: محمد بريشان. غناء: عزوز العواضي. الإشراف الفني: هاشم حمود هاشم. الإشراف العام: خالد سلام. إخراج: نزار حمزة.